السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رجعناكم اليوم فيديو جديد، معكم محمد من قناة مستر سنايبر. مقطع اليوم نستعرض لكم موعد نهاية الرويال باس الحالي وبداية الرويال باس الشهر القادم، وأيضا نستعرض لكم أهم الأحداث والأشياء الجديدة اللي نزلت على اللعبة. بس قبل ما نبدأ مقطعنا، لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. في حال عندكم أي ملاحظة أو سؤال أو تعليق حلو مثلكم، اكتبوه تحت بالتعليقات. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة. في البداية ومثل ما ظهر أمامكم الآن، أول ما بنفتح على قائمة الرويال باس ومثل ما ظهر أمامكم تحت أسفل الشاشة، بنلقوا إن الرويال باس بدأ معانا في تاريخ 20/9 وبينتهي في تاريخ 19/10، يعني بكل اختصار يوم 19/10 هو آخر يوم في الرويال باس الشهر 15، وفجر يوم 20/10 بيبدأ معانا الرويال باس الشهر الجديد، واللي بإذن الله حيكون لنا استعراض كامل على القناة بمجرد نزوله. فما تنسوش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم كل جديد أول بأول. وأيضا نحب نذكركم بمهام النقاط الفائقة واللي بإمكانكم من خلالها تحصيل على 1000 نقطة من نقاط الاربي، ولكن بشرط انك انت تدفع 100 شدة لحتى بامكانك تنفيذ المهام وتجميع النقاط من خلالها. وبصراحة نتمنى من ببجي موبايل انها تلغي حركة انك انت تدفع 100 شدة وتخلي امكانية تحصيل النقاط من خلال المهام بالشكل المجاني. وايضا نحب ننوه انه حدث مزايا الشراء للرويال باس الشهر القادم انزل معانا على لعبة ببجي موبايل، وبامكانك من خلال هذا الحدث انك انت تحصل على الرويال باس بسعر مخفض، واللي يبدا من 290 شدة مقابل الرويال باس العادي، واللي بامكانك من خلالها تشكيل فريق تخفيض من 3 اشخاص. وفي حال دخول اصدقائك معك في الفريق حترتفع معاكم نسبة التخفيض اكثر. حدث مزايا الشراء بدأ معانا في تاريخ 13/9 وبينتهي في تاريخ 20/9، فحاولوا انكم انتم تستغلوا هذا الحدث بالشكل الجيد. وايضا ومثل ما ظهر امامكم الان، اول ما توجهوا لقائمة الاحداث بنلقوا انه في حدث جديد نزل معانا، والحدث ياتي تحت مسمى كنز الخريف. ومثل ما هو واضح امامكم الان، الحدث عباره عن تعاون رسمي بين ببجي موبايل وبين اليوتيوبر اترو. ومثل ما ظهر امامكم الان، اول ما ندخل للحدث بيظهر لنا خيارين من الجوائز. الخيار الاول ومثل ما ظهر امامكم الان حزمه الصوت الاساسيه لليوتيوبر اترو، والخيار الثاني هو حقيبه اسطوريه. الحدث ومثل ما ظهر امامكم الان مقسم لقسمين، القسم الاول منه هو قسم مجاني. ومثل ما هو موضح امامكم الان يسار الشاشه، لازم نجمع عدد معين من النقاط المكتسبه اللي بنتحصلها عن طريق المهام، واللي هم عبارة عن 3 مهام تتجدد بالشكل اليومي، وبعد تنفيذنا لهذه المهام بنتحصل على النقاط الخاصة بهذا الحدث لحتى يزيد تقدمنا في هذا العداد اللي ظهر أمامكم الآن، ونتحصل على كل هذه الجوائز. ومن أبرز هذه الجوائز هو سكن المظلة بالشكل الدائم والمجاني. أما بالنسبة للقسم الثاني من هذا الحدث، هو عبارة عن قسم مدفوع، واللي هو عبارة عن دولاب حظ بإمكانكم من خلالها أنكم تحصلوا على كل هذه الجوائز. وسعر أول ضربة ومثل ما ظهر أمامكم الآن هو 60 شدة، وهذا السعر حيرتفع في كل مرة تزيد فيها عدد الضربات، لأنه بمجرد انك انت تحصل على احد هذه الجوائز مباشرة بينتقل للجائزة الثانية. ولو بتركز على اسفل العجلة بتلقوا انه مكتوب المكافأة لا تتكرر، وتكاليف اليوسي تزيد مع كل لعبة. حدث كنز الخريف بدأ معانا في تاريخ 13/10 وبينتهي في تاريخ 24/10، فحاولوا انكم انتم تستغلوا هذا الحدث بالشكل الجيد وتحصلوا على كل جوائزه المجانية. وايضا نحب ننوه انه حزمات الصوت الخاصة باليوتيوبر اترو نزلت على المتجر المحلي للدول العربية. ومثل ما ظهر امامكم الان، حزمات الصوت جاية داخل صندوق حظ، وسعر الفتحة الواحدة فيها هو كريستالة من كريستالة كريستالات المتجر المحلي. ومثل ما ظهر امامكم الان، فتحت عدة مرات بمقابل كريستالات المتجر المحلي اللي حصلتها بالشكل المجاني، وتحصلت على احد الحزمات الخاصة بالصوت، واللي هي الحزمة اللي بداخلها 15 صوت. يعني في حال لو كنتم مهتمين انكم انتم تحصلوا على حزمات الصوت الخاصة باترو، وكنتم مجمعين كمية من كريستالات المتجر المحلي، فحاولوا انكم انتم تفتحوا على هذا الصندوق. وايضا من ضمن الاحداث الجديده اللي نزلت على لعبه ببجي موبايل، هو حدث تعاون ببجي موبايل مع تطبيق سبيس تون جو. ومثل ما ظهر امامكم الان، عندنا مجموعه مهام تتكرر بالشكل اليومي، واللي بامكانكم من خلالها انكم تحصلوا على عدد محاولات لفرصه ربح احد هذه الجوائز اللي ظاهره امامكم الان. ومن ابرز هذه الجوائز هي اشتراكات في تطبيق سبيس تون جو. حدث تعاون ببجي موبايل مع تطبيق سبيس تون جو بدا معنا في تاريخ 13/10 وبينتهي في تاريخ 15/10، فحاولوا انكم انتم تستغلوا هذا الحدث بالشكل الجيد. من يدري، ممكن تكون احد المحظوظين وتربحوا اشتراك سبيس تو جو لمدة سنة كاملة. واخيرا نحب ننوه انه في احد المقاطع القادمة على القناة حيكون مقطع جدا مميز، حيكون موجه للاشخاص المقبلين على شراء بي سي جيمنج، ولكن باسلوب مميز. فما تنسوش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم كل جديد اول باول. وفي النهاية اكتبوا لي رايكم تحت في التعليقات، اعطونا رايكم في حدث كنز الخريف وبتعاون ببجي موبايل مع اليوتيوبر اترو، هل نالت اعجابكم او لا؟ ولماذا؟ أرجو من الله أن يكون المقطع قد نال إعجابكم. في حال عجبكم مقطع، لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. روابط صفحات القناة على التواصل الاجتماعي تحت بالوصف، لا تنسوا تشتركوا فيها ليصلكم كل جديد يخص القناة. شكرا على مشاهدة الفيديو للنهاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.